ويبدأ يغني علي هاو هنا، محمد هاو هنا، وصالح هاو هنا. الدولة ماخذة على عاتقها تربية الناس، هو يوكل ويقريه ويشربه ويهز يعمل به اكسكورسيون ويهزوا المتاحف ويهزوا كذا وكذا وكذا، يدفع حتى فرنك. يعني الوالدين احنا ما ندفعوا حتى شيء. مشيت لهم وصلت السويد قلت لهم اعطوني فيزا، قال لي نعم فماش فيزا امشي على روحك. بالله والله ونسهل ونعاود يا ودي ما فماش فيزا، لا ما عندنا حتى فيزا. فما حتى عام هذا؟ سيتي 79 جيت هنا السويد اخويا بلاد فريمون كاني في حلم. وليت جيت هنا الدنيا خضراء، الناس مشبهه، عاقلين رايضين، تسهل. كنت نتكلم شويه انجليزيه، تسهل واحد بريسك باش يهزك يوريك البلاصه، فهمت كيفاش؟ فريمون البلاد هذه عشقتها من جيت هنا عشقت. وهذا الدومه هاي باباك هاي ساكتاك ها اوكي يطلع ديريكت يحط السبته نتاعو هو ديجا مترن عليها من صغير. لازم واحد تبدل باش نجمع شي معاهم، سينو ما تنجمش، لازم تروح تروح لازم تمشي. ما تبدلت من ناحيه مثلا كما نقولوا في سلوكي في تفكيري في المواعيد نتاعي. هذايا انا لعبت كوره هنا صحابي هذايا سيتي 83 وين؟ هذايا في ستوكهولم هنا كانت عندنا ايكيب اسمها كارتاغو وكنت اون باراليل معاها كنت نترينا كونغ فو. صباح الخير، اليوم حبيت ان نوريكم كيفاش يعني الروتين نتاعنا تاع الصباح. عندي في الفامي نتاعي عندي ولدي وبنتي يعيشوا معايا، عندي ادم متوحد ونوريكم الروتين نتاعنا الصباح كيفاش. يعني نقوم الصباح نحضروا ديجا نقدوا ناكلوا مع بعضنا في الجنينات ومن بعد نلم كل شيء ويزم ديما عيني عليه خاطر يلبس حوايج فيسة هابط يجري ديما. هذا ماذا بيه ديما يتسابق ديما هو ماذا بيه يهبط قبل كان 5 مينوت ماكس تكون تاكسي تستنى فيه لوطا باش تنزل المكتب خاطر يقرا في مكتب سبيسيال هو نتاع يعني المتوحدين. هاي بابا هاي بابا وهذا يا الدومة هاي باباك هاي ساكتاك ها اوكي يطلع ديريكت يحط السبته نتاعو هو ديجا مترن عليها من صغير. يلا شوفك باباي ايدو سلامة حبيبي شكرا سلام هاي فاض حبابيك خويا. عندي اسمي فوز عبيد صاحب شركه هنا بستوكهولم بالسويد، شركه اسمها او اف ستوشاك عمرها 35 سنه توا. الشركه هذه نبيعوا فيها ماكينات تاع ريستوراسيون، كل شيء نبيعوا، نبيعوا الفور، نبيعوا فريجيدارات، نبيعوا ماشينة غسال، نبيعوا كل شيء. كل الماكينات اللي عندنا هنا كلهم وقت نجيبوهم لعند الكليون يقعدوا عندنا كما هما، يجيو الكليونات نتاعنا يحب كذا 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 كذا، نتفاهموا في السوم، يعطي حاجه دافونس، وبعد نبداو الماكينات نصلحوهم، ومن بعد نهزوهم له في ظرف كيما نقولوا 10 14 يوم جمعه، سا ديبون انت والكليون قداش ما مزروب بالقطعه نتاعو، اون بليس نعطيوه غارونتي 3 اشهر، يعني تصير له مشكله ولا حاجه يعمل لنا تليفون نمشيو نصلحوا له. اسمي فوزي عبيد، انا من تونس، من تونس العاصمه، تربيت في مون بليزير. توا الناس كل تعرفها وقتها ما كانتش معروفه بكذا. 79 خرجت مشيت لباريس قعدت جمعتين وبعد جيت خرجت علاش؟ اش عملت في تونس؟ الشباب كل كنا يعني انا واصحابي في تونس كان مكثرهم كنت نقرا في المنزل بار بلون، يعني الناس اللي لبس عليها شويه، كل اصحابي كلها كانت تسافر في الصيف، فهمت كيفاش؟ الور كان الحلم تاعي حتى انا كيفهم نسافر نمشي كان نمشيو لايطاليا ولا نمشيو لباريس نمشيو لفرنسا. وقت يرجع يبداو يحكيو على فما المترو، احنا في تونس ما نعرفوش شنو المترو، فهمت؟ قعدت لي في مخي، فهمت؟ قلت يجي نهار لازم نخرج، فهمت؟ وليت نحب نخرج الكل. بون جات فرصه اللي باش نخرج وخرجت. قبل كانت فيزا ما كانش فيزا؟ لا ما كانش، مشيت للامباسادة السويد وقتها. انا كنت ماشي لالمانيا
ولكن عندي اقارب هنا في ستوكهولم جاوا وقتها في الصيف هذاك وقالوا البابا بابا خاطر وعدني باش يبعثني لالمانيا. بو احنا كانوا عندنا كاميونات في تونس وانا من صغرتي يعني تكنيسيان نعرف نصلح كل صلحت له البابا كاميون وقال لي كان هو قبل قال لي كان صلحه لي نخلص لك بواجه للخارج فهمت هاو نسابكم جايين يعني سابنا عندي خويا كان عايش في المانيا قبل ورجع يعيش في تونس ونسابوا الالمان باش يجيو لتونس انا باش نرجع معاهم نعدي ايامات في المانيا الور هذوما اللي كانوا عايشين في السويد وقت هبطوا لتونس قالوا تبعث في المانيا لواش ناس راسيست وكذا وكذا بعثوا للسويد وكل وربما كان فما بوسيبيليتي كمل يقرا هنا الور ضربت في مخي قلت نمشي للسويد فهمت مشيت لهم وصلت للسويد قلت لهم عطيوني فيزا قال لي نعم فماش فيزا امشي على روحك بالله والله ونسهل ونعاود يا ودي ما فماش فيزا لا ما عندنا حتى فيزا فما حتى فيزا كان عام هذا؟ 79 79 جيت هنا السويد اخويا بلاد فريمون كاني في حلم وليت جيت هنا الدنيا خضرة جيت في الصيف 11 جويي 79 الدنيا خضرة ناس مشبهة عاقلين رايضين تسهل كنت نتكلم شوية انجليزية تسهل واحد بريسك باش يهزك يوريك البلاصه فهمت كيفاش يعني مش كيف فرنسا مش فرد مونتاليتي فريمون البلاد هذي عشقتها ملي جيت هنا عشقت يعني السويد تكتب عليها كتب فهمت كيفاش 40 سنة أكثر من 40 سنة عندي هنا يعني بوش بي للتو مازلت كيما نقولوا السويدية يعني دقنوت هابطت الركيب فهمت كيفاش باهت في فريمون بلاد منظمة منظمة شعب متربي بتثقف الناس كلها سواسية قدام القانون ايش نقول لك انا كلمة سي كيف اللي عندنا ولا الدكتور ولا الاستاذ ولا كذا وكذا هما ديجا نحوها من الاربعينيات نتاع القرن اللي فات صحة تدفع جيست وقت تدخل باش تعمل فازيت وكل تدفع كيما نقولوا سوا ديزون 300 كرونة 90 دينار بارابول لتونس ولكن 300 كرونة بارابول البشر اللي يصور هنا حكاية كيف ما تقول تخلص 5 دينار 3 دينارات في تونس فهمت بارابول البشر اش يصور تلقى سبيتار توب يا ودي شيء يعجب شيء يوقف المخ توب عرفت كيفاه والمعامله نتاعهم وكذا وكذا اللي باش تعمل عمليه ساعة عندي وقت خاطر انا عملت عمليه 3 مرات هنا في السويد يبنجوه من الاول يعملوا لك الزريقه مورفين وكل باش بدا شيخ انا يهديوه فهمت مسولو في الشعر وكذا ويرضيو فيه وهكا وهكا ويقولوا نهار مش نزوك انا حاطينك على نقول لك البنك اي اللي باش يعمل عليها عمليه ويقول لك بدا احسب شويه بشويه كان بعد في يعني عمل عمليه ومرك مريك مريقله نظافه العفافه بيت وحدك فيها الدوش يعني شيء يفوت العقل ما تخلص حتى فرنك عندنا الصحة شيء نكتب عليه كتب مجلدات تعليم وعندك التعليم شيء زاد كبير التعليم مش تيوريكي في تونس لازم تحفظ كل شيء تحفظه كذا وكذا فهمت كيفاش مثلا من اللي هو صغير يدخل الروضة يدخل الحاجة اللي هنا هي اللي الدولة ماخذة على عاتقها تربية الناس الور الولد الصغير ياخذوه مثلا والديه باش يخدموا يلزم الدولة مخصصة لهم روضة الور تهز ولدك الروضة لا يمثلوا لا تقعد معاها وكل حتى باش يولف بشوية بشوية ما في الروضة هما يدربوه من صغرته اللي كل يوم يعملوا ريونيون الولاد الصغار يعملوا ريونيون معاهم المدربات نتاعهم ويبداو يغني علي هاو هنا محمد هاو هنا وصالح هاو هنا وكذا وكذا باش يعقلوا اساميه بعضهم وينجم يعني يندمجوا مع بعضهم ويعلموهم بشويه بشويه باش ينجموا باش يلعبوا مع بعضهم باش ما ينكروش بعضهم باش ما يتضربوش باش يشدوا الصف باش يعاونوا باش يهزوا لصحنا يعلموهم اللي الناس كلها تتعامل مع بعضها من ند لند ما فماش واحد ولد فلان واحد فلان ما يلزمهمش يجيبوا معاهم حلوه غادي ممنوع باش يجيبوا معاهم حلو ممنوع باش يجيبوا معاهم لعابهم كل شيء موجود ماكله عادي تخلصوا يخلصوا ما تخلص حتى شيء بالله والله تهز صغارك تخدم على روحك تخدم على روحك و الى باش تخلص حاجه يعني عاملينها زاد هما رابطينها مادام كل مواطن معروف قداش يصور
الور يعرفوك انت قداش تصور يخصوك يقولوا 1% باش تخلصوا انت على كذا عندك 1% الا كيما يقولوا طلقت انت وبعثت على ولادك عندك 6% من اللي تصوروا انت باش يمشي لولادك مش زاد مش يشوفوا كل الفلوس كله وتعزيك ما عندكش ما تخلص تولي في الليست نوار فهمت الفلوس دي ما يحبوها من عندك هذيك ولكن ما تدخلش الحبس ما يكسروش حياتك الا انت كيما نقولوا باش تطلق من مرتك هذيك ما تفهمش معاها كل وتعمل حياه جديده مع عائله جديده باش تبني حياه واحد ما كسروش حياته فهمت كيف عندك 6% باش تخلصوا كان في مقدورك انت باش تخلص الناس كلها تخلص بطبيعتها والا الى انسان عنده ديفيكولتي وكذا وكذا يقعدوا ديما يحبوا من عنده الفلوس فهمت كيف اوتوماتيكمون بك العشر ارقام هذيك الدوله منظمه امورها بالعشر ارقام تاع كل واحد يعرفوا اللي يقولوا له الناس وين يسكنوا الولاد الصغار اللي الخمسة سنين فني كومون يسكنوا الور يشوفوا لهم المكاتب يعني عندها قدره باش تقبل الولد هذاك سينو يصنعوا مكاتب جدد ولا يكريوا مكاتب جدد هم يلوجوا عن مكاتب المكاتب يبعثونا لحنا الوالدين كل المكتب يجي يبعث لك يقول لك برب جيب لي ولدك بالله احنا بلاد الداخين من مدرسه لمدرسه يقرر بالمدير هذا السيستم هما عندهم كل واحد كل مكتب عنده الاكونومي نتاعو وحده ياخذ الفلوس من عند الدوله من عند وزاره التعليم على كل تلميذ مثلا يعطيوها عليها 120 الف كرونه 36 مليون تونسيه يعطيوه هو يوكله ويقريه ويشربه ويهز يعمل به اكسكورسيون ويهزوا المتاحف ويهزوا كذا وكذا وكذا ويدفع حتى فرنك يعني الوالدين احنا ما ندفعوا حتى شيء جيس نجيبوا لهم حوايج نتاعهم نتاع الشتاء والحوايج نتاع الصيف وتبديله زايده نخليوها لهم كل واحد عنده الكازي نتاعه واموره واضحه فهمت كيفاه شنو تعني لك السويد انت؟ امي كيف ما تونس تربيت فيها وكبرت فيها وكذا وكذا هذا السويد زاد نعشقها بلاد نعشقها. كيفاش تعدي وقتك وقت الفراغ نتاعك؟ والله وقت الفراغ نتاعي عندي ميوزيك نغني عندي حتى هنا في الخدمه نتاعي عامل استوديو نتاع غناء نغني كاريوكي نغني بوب مارلي هذايا تفرجت فيه 1980 جا ستوكهولم هنا تفرجت فيه اول الكونسير تاع بوب مارلي نقعد حياتي كامله ما ننساهش هذاك حاجه كلاس وانا يعني عشت ياسر هناك اللي انا بيدي تبدلت خاطر الواحد يلزم يتبدل واحد يتبدل بالسيف عليه ويلزم يتبدل باش ينجم يعيش مع مجتمع اخر خاطر المجتمع اللي عايشين فيه قوي في كل الحاجات فهمت كيف لازم واحد يتبدل باش ينجم يعيش معهم سينو ما تنجمش لازم تروح لازم تمشي ما تبدلت من ناحية مثلا كما نقولوا في سلوكي في تفكيري في المواعيد نتاعي في نوع الانسان كذا نخلصوا ما عنديش هكا الخبث نتاع كما نقولوا هذا باش نقلبوا الاخر باش نفكوا نتمنى اللي ما تونس تنجح نتمنى النجاح لتونس وهي كي تشوف سهله راهي حكايه كلها حكايه اون جينيراسيون تربي جينيراسيون برك باهيه انسانا احنا اللي عشنا في تونس واللي كبرنا غادي وشنو هو مشاكلنا وكذا وكذا وشنو تربيتنا الجدد الصغار اللي يتولدوا من تو يبداو لازمهم يحضروا يربيو واش ما ياخذوش انا واش تونس ما تبناش سيستم اللي يستعملوا فيه هنا في السويد واش باش تردي من تبع في فرنسا تبع في السيستم تاع فرنسا سيستم كورومبي تعلمنا منهم كان الكوربسيون فهمت خذوا حاجه نتاع نربيو ونربيو شعب كامل جينيراسيون كامله نربيوها تطلع هي اللي نهار اخر باش تشد البلاد باش الجينيراسيون هذيك تولي تحكي مع لي زوتر جينيراسيون ديال اوروب يحكيو ند للند فهمت يعرفوا كيفاش يتعاملوا معاهم فهمت كيفاش بارك الله فيك ومرحبا بك في السويد ومرحبا بكل واحد